السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه التفاح. كتجي واحد الكيكه اللي لذيذه بمذاق هائل وبمنظر اللي جميل وبطريقه التحضير اللي سهله فعلى بركه الله. بالنسبه لهذه الكيكه غادي نحتاج عندي جوج ديال البيضات، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، ونصف كاس ديال الحليب. بالنسبه للكاس المعتمد هو الكاس ديال الشاي. عندي حبه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخل، اربعه المعالق كبارين ديال المزهر. عندي هنايا شويه ديال اللوز اللي قطعته بهذا الشكل، عندي الزبيب اللي حتى هو قطعته، انا عندي الزبيب كبير قسمته على جوج، اذا كان صغير تقدروا تخليوه غير هكذاك. عندي جوج تفاحات، كيس من السكر فاني، واحد الخميره ديال الحلويات، والدقيق اللي عندي مغربل. بالنسبه للدقيق انا غنقول لكم بالضبط الكميه اللي تخلي في هذه الكيكه، فنبداو على بركه الله. غناخذ جوج حبات ديال البيض. بالنسبه للبيض انا استعملت هنا جوج حبات كبارين، غادي نضيف عليهم ديك رشه ديال الملحه، نص كاس ديال السكر، كيس سكر فاني. غنخلط شويه هذا البيض مع السكر، بعد ما خلطت البيض مع السكر غادي نضيف ديك نص كاس ديال الزيت، غنخلط واحد شويه. غنضيف نص كاس ديال الحليب، معلقه ديال الخل، معلقه كبيره، غنخلط واحد شويه. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج. انا هنا عندي دقيق مغربل. بالنسبه للدقيق انا هنا عبره جوج كيسان، وغنقول لكم بالضبط شحال تخلي في هذه الكيكه. غادي نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنخلط. بالنسبه للقوام ديال هذا الكيك ما خصوش يكون كيك خفيف، حيت باقي غادي نعملو التفاح من الفوق باش ديك التفاح ديالنا ما يهبطش، وايضا هذاك اللوز والزبيب. غادي نضيف ديك كيس ديال الخميره ديال الحلويات، فقط كيس واحد ديال الخميره، انا غادي نغربلو. دابا غادي نضيف ديك اربعه المعالق ديال المزهر، انا خليته حتى الاخير هكذا باش كيبقى المذاق ديالو باين معنا في الكيكه. دابا غادي نضيف الزبيب واللوز، انا هنا غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الطحين هكذا باش كيبقاو لي هاد الزبيب واللوز باينين وما كيهبطوليش القاع ديال الكيكه بهذا الشكل. غنخلط شويه هاد الزبيب وهاد اللوز، غادي نزيد نضيف واحد شويه ديال الدقيق. بالنسبه لهاد الكيكه كما قلت لكم خصو يكون القوام ديالها ثقيل واحد شويه، فهذا هو القوام ديال الكيك كما كتشوفوا. انا هنا بالنسبه هنا للدقيق تقريبا بقات لي واحد جوج معالق كبارين ديال الطحين، هي اللي تبقات لي بجوج كيسان. انا قلت لكم بلي استعملت هنا جوج بيضات كبار، اذا كانوا جوج بيضات صغار يقدروا ما يدخل لكمش هذه الكميه كامله ديال الدقيق. صافي، فانا هنا غادي ناخذ المول اللي غادي نعمل فيه هذه الكيكه هذه، وغادي نكب فيه هذا الخليط. هنا خديت واحد المول اللي القطر ديالو 24 سنتيمتر، انا ما بغيتش هذه الكيكه تجي لي عاليه بزاف، اذا بغيتو كيكه تجيكم عاديه فعملوا المول اللي يكون اقل منه في الحجم. غنوزع الكيكه في المول بهذه الطريقه هذه، وغنخليها جانبا، وغادي ندوز باش نقطع هاد التفاح هذا اللي غادي نعملو من الفوق هاد الكيكه. فهنا قطعت التفاح على هاد الشكل، قطعته شرائط رقيقه، وغادي نبدا نستفهم فوق الكيكه. صافي، غادي نبدا نستف التفاح بهذا الشكل هذا، غنستفهم مقاربين بهذه الطريقه حتى نكمل الدوره على الكيكه كامله كما كتشوفوا بهذا الشكل، حتى نشكلوا واحد الشكل ديال الوريضه. ف
فمن بعد ما استفست التفاح على الكيكه كامله دورتها بهذا الشكل هذا، هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال اللوز اللي قطعته وغادي ندردرو من فوق هاد التفاح بهذا الشكل. صافي بهذا الشكل انا اللوز عملته غير في الوسط فوق هاد الوريده هذه اللي في الوسط. دابا غادي ندخل الكيكه ديالي للفران على 180 درجه من الاسفل. ملي غنشوف الكيكه تحمرت لي من الجوانب غنشعل النار من الفوق تحمر واحد شويه. وبنفس الطريقه اذا كان الفران ديال الغاز غتسخنوا الفران واحد شويه وعلى نار مهيله، غطيب من التحت من بعد تشعلوا لها النار من الفوق باش تحمر واحد شويه. فغندخل الفران بعد ان شاء الله نتلاقى معكم في الشكل النهائي. فهذا هو الشكل ديال الكيكه بعد ما كطيب. انا دهنتها بالمربى ديال المشماش وهي باقا سخونه هكذا باش كتشربنا ديك المذاق ديال المشماش. فصراحه كتجي واحد الكيكه اللي غزاله، مذاق ديال الزهر والتفاح والفواكه الجافه. فانا اقسم معكم تشوفوها كيف كتجي من الداخل. فهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي واحد الكيكه اللي رقيقه على شكل طاغط، وايضا كتجي باينه بالفواكه المجففه اللي فيها. فان شاء الله غتعجبكم، غادي تنال الاستحسان ديالكم. فاذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك، وكذلك اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعموني بالاشتراك ديالكم، اي بالضغط على الزر الاحمر صابوني، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناه. شكرا والى اللقاء.